مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم، مساء الخير، اهلا بكم الى عدد جديد من حصة البلاد. اليوم في حلقة اليوم لن نخوض في موضوع سياسي ولا اقتصادي ولا المواضيع التي بين الموضوعين السياسي والاقتصادي. هذه المرة موضوع ربما مركب نوعا ما، فيه شيء من كل شيء، موضوع صحي جديد قديم نتحدث عنه كثيرا، لكننا حتى اللحظة هنا في الجزائر لم نتمكن من البت فيه، ولم نتمكن من وضع النقاط على الحروف ولا تنظيمه، رغم حديث السلطات المستمر على أننا سوف نبدأه وسوف نشرع فيه وسوف نشجعه، لكن حتى الآن لا تزال الأمور حبر على ورق. إنه موضوع التبرع بالأعضاء في الجزائر. الكثير من حوادث المرور في الجزائر للأسف، والكثير من المرضى الذين يتوفون سنويا ربما عندهم أعضاء تبقى صالحة للاستعمال وتبقى صالحة لأن تنقل ولأن تزرع من جسد إلى جسد. هذه الأعضاء يقول كثير من الخبراء والمختصين أنها تذهب هدرا. بإمكاننا أن ننقذ حياة بشر ما زالوا على قيد الحياة بهذه الأعضاء حتى يستطيعوا أن يستمروا في حياتهم بصورة طبيعية. في حلقة اليوم نحاول أن نزيل اللبس، نحاول أن نسلط الضوء والنور على جملة من القضايا المتعلقة بقضية التبرع بالأعضاء في الجزائر، من الناحية الطبية طبعا، وهي ناحية مهمة ومهمة جدا، حتى نفهم الآليات ماذا يعني هذا الموضوع. نحاول أن نسأل ونجيب حول هذه الأسئلة بمنطق المواطن البسيط العادي حتى يفهم وحتى يعرف الكثير من التفاصيل حول هذه القضية من المنظور الطبي. منظور آخر مهم جدا وهو المنظور القانوني، كيف يرى القانون، كيف ينظم، والأهم من كل ذلك كيف استطاعت الدول التي بلغت مبلغا مهما في هذه القضية أن تنظم هذه العملية وأن تنظم هذه الآلية وأن تصبح عملية التبرع بالأعضاء عملية عادية وروتينية ومنظمة ومؤطرة تحمي حقوق الجميع، سواء المتبرع أو المتبرع له، من حقوق مادية ومعنوية. موضوع التبرع بالأعضاء في الجزائر هو موضوع حلقتنا اليوم، الذي أسعد أن أناقشه رفقة كل من الدكتورة ابتسام حملاوي الطبيبة. أهلا بك دكتورة. راك اليوم بمفهوم طبي عام، اليوم ما راناش نهضروا على موضوع سياسي ولا اجتماعي ولا اقتصادي. أهلا بك دكتورة. وأيضا الأستاذ كريم مونة الحقوقي والمختص في القانون. أهلا بك دكتور. أستاذ شكرا مرحبا على الدعوة الكريمة. حتى أنت اليوم لا سلطة ولا معارضة، اليوم رانا نحكي في قضية إنسانية طبية مهمة جدا. أهلا بكم ضيفي الكريمين. الدكتورة ابتسام حملاوي، لنسأل ربما السؤال البسيط والساذج لكنه مهم جدا، وش هو التبرع بالأعضاء؟ سؤال كبير فيه إجابات، سوف نحاول أن نروح لها واحدة واحدة. هلا، وش هو التبرع بالأعضاء؟ التبرع بالأعضاء هو عندك ان دونور اي ان ريسيفور، شخص راح يمد عضو من أعضاء الجسم تاعو وشخص راح يستقبل هذاك العضو. الأعضاء الأكثر اللي نعملوا لها بزاف لا ترانسبلانتاسيون اللي نزرعوها عند الإنسان الوقت هذا هي الكلى، القلب، الكبد، هادو من ثلاثة، والقرنية الأكثر شيوعا في العالم اللي أصبحت عمليات روتينية جدا. عادية روتينية، ما يعيط لك ثلاثة تاع الصباح نضرح أزرع قلب، ماهيش حاجة إكستراوردينير. تبقى اللي في الجزائر احنا ما نعرفوهاش خلاص بوغ لو مومون، داكور. دوكا معناش هذه الامور، معناش زراعه الكبد بديناها معناش بضع سنوات واثبتت فشل كبير، وسوف نعود لها في سياق الحصه. زراعه الكلى رانا متقدمين فيها، علما ان زراعه الكلى بدات في فرنسا، وانا نقارن فرنسا مش على جال بنات ولاد فرنسا ولا وانا، باسكو فرنسا هي اللي قريبه لينا، وباسكو حنا نستمدوا كلش ثقافتنا من ثقافتهم، العلم من علمهم، الاطباء تاعنا يتفورماو عندهم، ما نقدروش نغطيو شنو نقدروا. وكصح لانه كان يروحوا نداوي يروحوا لفرنسا. بيان سور. دونك في فرنسا عمليه الكلى، زراعه الكلى بدات في 1950. 1950 زراعة القلب بداوها في 1960 هكاك. وين غانا؟
دوك احنا نفتخر كي نديروا عمليه زراعه كلى ونجحت، كاين اساتذه نجيبوا القنوات ونصوروا وكان درنا انجاز. وهي ما كان والو، يعني زراعه الكلى من اسهل العمليات. جراحيا هي هما عمليات ماهيش معقده، لازم الانسان العادي يفهم باللي راهي عمليه زرع الاعضاء جراحيا ماهيش عمليه معقده. التعقيد يجي بعد العمليه الجراحيه، يعني اسكو هذا جسم الانسان اسكو رايح يقبل العضو الغريب عليه ولا لا؟ شغل جه ضيف ويبدا اسكو تفهم معاه ولا ما تفهمش؟ انا نحاول نفسرها بطريقه سهله. في 1958 اكتشف البروفيسور جون دو سار اكتشف لو سي ام اتش، لو سيستيم دو سيتوكومباتيبيليتي. لو سي ام اتش هذا هي كيفاش الخلايا خلايا المناعه تستطيع انها تتعرف على لو سوا، تتعرف دوك انت الخلايا تاعك كيفاش تتعرف على بعضها. كاين ان سيستيم على ظهر الخلايا اللي يخلي الخلايا تتعرف، تعرف انت تاعي، وكي يجيها جسم غريب انت خاطيني. هذا هو المبدا تاع المناعه. دونك انت كي تجيب له شغل تعرف الاس 12 تاعها اكزاكتومون. دونك انت كي تجيب له قلب ولا كلى ولا كبد ما يعرفوش، السيستم هذاك تاع سي ام اتش هو اللي حيقول له اه خاطيني هذا نحيها ليا. يعني جيتك دوك علاه لي زانترفونسيون سون كومبليكي اون الجيري. انت بعد العمليه الجسم راح يعرف ديجا، حنا نديرو بعض التحاليل قبل العمليه بيان سور، لازم نوصلوا لاقرب لي دو سيستيم اللي يكونوا قراب لبعضها باش التوافق يكون سهل. فوالا، وغارمون نادر 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 باش تلقى دو سيستيم يتشابهوا غير عند التوائم. دونك حنا نوصلوا كوميم الاقرب سيستيم، ما ندخلكش في التفاصيل بيان سور. وبعد ما نزرعوا القلب ولا الكلى ولا نمدوا للشخص هذاك ادويه باش نحبسوا له الجهاز المناعي. هنا تكمل تعقيد عمليه الزراعه زرع الاعضاء. كي انت تهبط له السيستيم الايمونيتير تاعو الجهاز المناعي تاعو يكون عرضه للامراض، وهو راهو في مستشفى يكون عرضه للامراض، يكون الجسم تاعو ضعيف باسكو هبطتي له المناعه تاعو. لو طون ما الخلايا هذه تعمل تغييرات دي موديفيكاسيون، دير تعارفات فيما بينها يشربوا قهوه مع بعضهم وكلش باش يقدروا يتعرفوا على بعضهم، ومن بعد يتقبل هذاك العضو ولا ما يتقبلوش. هذه هي لافاز اللي صعيبه. وفي الجزائر المشكله تاعنا سيكو الادويه اللي عندنا ديجا ماهيش توب، حنا ديما يروحوا يجيبوا لي جينيريك وما يجيبوش لي موليكول مير. الجهاز لا ريانيماسيون، لكن يقول لك البعض منطقيا مادام عمليه بهذا المستوى توفير الادويه توفير الاجهزه عندها معاييرها، ماشي روح ودير عمليه. معايير بصح نقول لك عند الناس ولات عمليه روتينيه، بصح حنا في الجزائر مازلنا ما عندناش دي نورم تاع لي ميديكامون، ما عندكش دي نورم في لا ريانيماسيون، ما عندكش دي نورم في البلوك اوبيراتوار. انت هذه نقول لك انا حاجه بانال بصح كي توصل لازم يكون عندك سيستم يمشي مع بعضه. ما تروحش انت تفرك تاع الدواء اللي لازم يكون يصلح، تروح تفرك تاع الفرم اللي يجي كيدير لك لي بريلافمون شاك اور وما يروحش يرقد وينسى لك ما يدير لكش لي بريلافمون. الطبيب اللي كيعيط للشاف تاعو يهز عليه التليفون باش يقول له واش لازم دير واش ما لازمش دير، سي توت ان سيستم. دونك ديجا هاي ليك زراعه الاعضاء، وهاي واش يجي واش هي لا كومبلكسيتي تاعها. زراعه الاعضاء كاين نوعين، كاين زراعه من شخص حي لشخص حي، وكاين زراعه من الميت الى الحي، وكاين زراعه من شخص كيف كيف الميت اكلينيكيا الى الحي. كاين ثلاث انواع. دونك الاسهل فيها واللي ما فيها اوكان دونجي هي الزراعه من الميت الى الحي، لاننا عندنا واحد برك نخافوا على حياته الاخر خلاص راه في ذمه الله. في ذمه الله. وزيد لافونتاج تاع الزراعه هذه لانك شخص واحد ميت يمد لك مينيموم 3 اورغان على الاقل، ثلاث اعضاء، يمد لك القلب الكبد والكلى، ثلاث اعضاء تسمح الكلى. شحال تبقى مده الصلاحيه تاع هذه الاعضاء؟ الوغ من وفاه هذا الشخص ما نصطح احنا ما نحكي لك على نورم انترناسيونال ما يخبيوش الاعضاء قليل، ابغى القرنيه شويه ولا بالك الكلى بصح ما نخبيوش الاعضاء. السيستم في فرنسا مش مدايرين، مدايرين لاجونس دو بيوميديسين. L'agence de biomédecine هذه c'est une agence qui détient عندها la liste كل ما يموت شخص كلينيكيا ولا يموت في حادث سياره ولا يدخل الاسم تاعو اوتوماتيكمون في سيستم، سي ان سيستم انفورماتيز. ديجا انت لازم تكون عندك انترنت كيما تاع فرنسا، هذه الاولى ما عندكش داكور. دونك يدخل ديريكتومون اسم الدونور
السيد الشخص اللي مات وكي يدخل اسمه يدخل معاه البيلان تاعو سيستم سي ام اش لي ديفيرون سيستم الجروباج كلش المعطيات تاعو كامل. وحنا اللي مازلنا في الاوراق وراح نفريوها ولازم نفهموا بلي السيد ما عندوش المرض الفلاني وما عندوش التعقيد الفلاني قبل ما نروحوا. خليني دكتوره حتى يكون يعني النقاش متوازن بين الاطار الطبي والاطار القانوني. استاذ كريم منى، سؤال أساسي هي ربما أجبت عنه بصورة طبية ومن المنحة الطبي، أنت كقانوني علاش تأخرنا في التأطير القانوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم. أولا يعني إحنا كي نتحدثوا عن الإطار القانوني يعني في إطار الصحة وفي قطاعات واحدة أخرى، يعني رانا متخلفين عن الركب تاع استعمال العولمة. يعني حنا كيستيون تكنولوجيا انا متاخرين بارابور لي بي ديفلوبي. هذه وحده. لكن الدكتور قالت لك عام 1950 بداو تاع الكلى و1960 القلب. معليش بصح انا كنشوفوا التاخر هذا راهي بصح انا كنشوفوا حنا الجزائر دات الاستقلال في 62، يعني نشوفوا من فتره الاستقلال اليومينا هذا، يعني لا بيريود اللي ما بين الاستقلال الى 2018 راهي صغيره في البلدان، لكن هذا ما راحش يكون يعني سبب يعني نحتج به بعدم مواكبتنا للعصر ولا للتكنولوجيا. لازم ما يكونش هذا سبب، لكن لازم نعرفوا ثاني بلي راهو وقت قصير بالنسبه للامم، يعني وقت تاع 60 سنه ماهيش حاجه كبيره. لكن حنا دوك في القوانين ماناش اخذين قوانين يعني بمحمل الجد. يعني حنا قبل ما نتكلموا يعني على هذا الموضوع تاع زرع الاعضاء ولا تبرع بالاعضاء، يعني على الاقل تكون نوعيه الخدمات في المستشفيات. احنا النوعيه تاع الخدمات ما راهيش ترقى لمستوى تطلعات المواطنين، فما بالك يعني نروحوا نمشيو لوين الموضوع كيما هذا تاع التبرع اللي فيه يعني سلسله كبيره فيها من لا لوجيستيك، يعني دوك تتبرع اسكو هذاك التبرع تاع الاعضاء هذوك راح يكونوا في بلايس يعني بيان سيرفي، يعني لا شان تاعهم تاع الكونسيرفاسيون يعني الاحتفاظ بهم هذو الاعضاء اسكو راح ما راحش يتعفنوا ولا يطرموا من بعد. يعني ما عندناش حنايا يعني الاطر التنظيميه واللوجستيكيه قبل ما نتحدثوا عن القوانين. من بعد القوانين اي قانون، بما اننا احنا بلد مسلم يعني وفي الدستور يعني دين الدوله هو الاسلام، يعني لازم دائما القانون لازم يكون توافقي مع الشريعه الاسلاميه. وحنا كي نعاودوا نولوا للشريعه الاسلاميه كاين اراء جماعه من العلماء يقول لك باللي حرام يعني نزع ولا التبرع بالاعضاء للحي او الميت. وهذه تاع لكن عندنا احنا فتاوى يعني وتوجد جماعه اخرى الذين يحلون حلت هذا المشكل. لا ما فيش مشكل، انا دوك راني جايك دوك كاين اللي يقول لك بلي حرام، الجماعه اللي استندت على انها حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان حرمه الميت كحرمته حيا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم انه يمنع ما حتى تكسير هنايا تكسير عظام مفهوم تكسير عظام الميت. لا تكسير عظام الميت يعني حرام ايضا، او قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني جماعه استندوا مثل هذه يعني الامور. ثاني هذه بالنسبه للميت، يعني التبرع من الميت الى الحي ومن الحي الى الحي، قال لك فيها مخاطر يعني فيها مساس للنفس البشريه، يعني ولا تؤدوا بانفسكم الى التهلكه، يعني هي قواعد عامه. والجماعه اللي استندت انه يمكن جواز هذه يعني استندوا من احياها كانما احيا الناس جميعا، يعني هذه الجماعه اللي استندت من باب الصدقه ومن باب انه الانسان من احياها كانما احيا الناس جميعا، يعني الجماعه اللي استندت بجواز يعني التبرع بالامور هذه استندوا لمثل هذه يعني من القران او السنه. لكن احنا لازم يكون عندنا يعني توافق. اما فيما يخص يعني التبرع يعني الاشخاص اللي يكون عندهم موت كلينيكيا، هذه من ناحيه الشرعيه حرام، لانه تشترط في موت الشخص انه فارق الحياه، بمعنى انه يعني توقف القلب او التنفس، يعني خروج الروح من الجسد لكي تعتبر وفاه. يعني احنا يعني هذه اللي يعني يعني الجمهور تاع العلماء، يعني كي نقولوا الجمهور يعني الغالبيه يعني متفقين في هذه النقطه بالذات. يعني الموت كلينيكيا يعني باش تنزع له الاعضاء يعني راك قتلته،
يعني انت متسبب في الوفاه تاعو. هنا من الناحيه الشرعيه حرام، يعني انا ثاني من بين المطالبين، يعني ما من الناحيه القانونيه، حتى من الناحيه القانونيه يعني يجرموا يعني نزع الاعضاء من الاشخاص الذين يتوفون كلينيكيا، يعني لم تشترط فيه شرط الوفاه بمعنى خروج الروح من الجسد، يعني وهذا المعنى والمصطلح يعني المفهوم اللي كاع متفقين عليه هي خروج الروح من الجسد، يعني كلينيكيا هذه النقطة بالذات ما لازمش يعني. والوزير وزير الصحة يعني تطرق قال لك يجب تنظيم الانتقال المعمم إلى استئصال أعضاء من متبرع متوفي دماغيا، ومضيفا لا يجب انتظار صدور القانون للقيام بذلك. وأنا نعتبر هذه التصريحات مخالفة للشرع حتى من الناحية الإنسانية، واحد كلينيكيا اللي مازال ما فارقش الحياة، يعني الروح تاعو مازال لم يعني ما خرجتش من الجسد، يعني ما نقدروش وين. هذه النقطة ربما تاع الموت الكلينيكي دكتورة، واش تقدري تقولي فيها أنت؟ ومقارنة أيضا مع ما تعمل به الدول الغربية. أنا ما نقدرش نفتي لك دوكا، يقول لك مش فتوى، هي واش معناتها كلينيكيا، وهل باستطاع يعني في هذا النقل واش تشوفي فيه طبيا؟ الموت الاكلينيكي نشرحها لك طبيا، الموت الاكلينيكي دوك التطور تاع العلم ولحقنا. دوك الشخص هذاك اونتو نورمال في وقت الرسول عليه الصلاه والسلام ولا في وقت عنده 10 سنين الكهف كان يسمى ميت، هو ميت. الموت الدماغي ساي راهو ميت، واش يحطوا له دي زاباري اللي رايحين هما اللي كيفو مانيبيولي لي موفمون تاع لي بومون، هما اللي دخلوا له الاكسجين وهما اللي خرجوا له الاكسجين ويديروا له دي زاباري. لكن مازال يتنفس، ماشي يتنفس لا باغي اللي يتنفس فيه، واش ما كيفاش يتنفس، مخه او حابس. المخ هو اللي يحرك جميع لي زورغان تاع الجسم. داكور، المخ هذا راهو حبس، كي يحبس المخ نفهمك واش معناها الاستاذ، باسكو استاذ حسب اللاوي راهو بروفيسور دو ميديسين، دونك على بالو واش راهو يقول. يقول بلاهو الموت لا مور سيريبرال، لا مور سيريبرال كي يموت الكورتكس سيريبرال او مات الشخص. دوك احنا التطور العلم الى في اون سورت باللي راهو اون بو لو مينتينير نخليوه هاو هنا، بصح ماهوش هنا باسكو مخو صاير نحلو الجهاز خلاص نحلو الجهاز. دوك في فرنسا باغ اكزومبل سون تاع لي بلو لوان، حنا عندنا لي زيكمو، ايكمو تحط له اباري اي تومبلاسي. لكن هنا يا دكتوره خلينا دي هي دائما نروحو نرجعو لها، انه فيها امر في الشرع يقول لك مازلت الروح. انا هذه واش الشرع دوك انا ما نقدرش ندخل واش معناها روح ولا كيفاش ولا ما سي دي تروك كي مو ديباس. بصح انا واش نقدر نقول لك بلاهو نفس العلم اللي حاب يدي لورغان هذاك باش يحطو باش يحيي به نفس اخرى ولا انفس اخرى، ماهوش عبد واحد، قلت لك نمدو لثلاث اشخاص مينيموم. هذيك نفس العلم هذاك اللي خلى الشخص هذاك اون بو لو غاردي. دوكا حنا ما على بالناش واش كاين، شغل انا في نوتخ سفير حتى من الناحيه الشرعيه ولا من القانونيه، لانهم شغل يمشوا بتوازن توافق. احنا دوك كنا نهضروا يعني على هذا التبرع، ايضا لازم يكون يعني اللي راح يتبرعوا له المتبرع ما لازمش يكون عنده خطر، يعني وين تكون خطر على الصحه تاعه ولا تقدر حتى تلحق الموت تاعه، ويعني يكون يعني الاطباء يعني يكون نسبه النجاح اكثر من نسبه الفشل تاع العمليه هذيك. وهنا يفتي طبيب هنا واصله ايضا يقول لك ثاني فادو تاع نقل الاعضاء من الناحيه القانونيه ولا الشرعيه، يقول لك من الافضل يعني ما راهوش قانون مرسم ولا، من الافضل يعني يكونوا ثلاث اطباء وما يكونش من بينهم يعني الطبيب اللي راح يدير العمليه تاع النقل تاع، باش ما تكونش بار اكزومبل لي كا هادو تاع الموت كلينيكيا باش ما يتحيز. من الافضل انه ما يكونش هو اللي يسيني الوفاه تاعو على المستوى طبيا، يعني على دونك باش ما يكونش نوع من التحيز ولا حاجه هكذا. لكن في قضيه نقل الاعضاء اعتقد انه فقهيا خلاص، يعني انه تجمعات فقهيه اسلاميه عالميه فاتت هذه القضيه. هي مازال لازم يكون احنا نتمناو يعني يكون يعني وين يجتمعوا ويتحدوا ويخرجوا يعني مثلا الشيخ الشعراوي رحمه الله يعني حرم التبرع بالاعضاء، الفتوى تاعو يعني يحرم. مثلا نشوفوا في الازهر كالشيخ طنطاوي كذا يعني يقول لك يجيز يعني التبرع، يعني جماعات يعني لازم يعني يتفقوا ويخرجوا لنا بالفتوى يعني الوين تتوافق مع القانون.
ما خدش حتى القانون وجد لحماية الشخص، الحماية الجسدية للأشخاص. يعني احنا يا أصلا في القانون كتمعن في القانون تشوف يعني باللي مثلا في قانون الصحة هذايا يعني يولي أهمية، لازم ما تكونش الأخطار تاعها تكون أقل. يعني ما راحش يريسكيو يعني خاطروا بالحياة تاع الأشخاص يوضعوا قانون وين تكون عواقب لا تحمد عقباها. لكن احنا في الجزائر هذا راهو موضوع جديد، يعني اللي مازال ما كانش يعني كيفاش نقولوا حنايا ليكسبيريونس في لو دومين هذايا، ماذا بينا وكان يوجدوا يعني لي مويان ولا لوجيستيك اللي لازم، ومن بعد كيما نقول لك كي نسنوا يعني القوانين هنا راح تكون متكامل. خاطش ما راحش نديروا قانون، خاطش حنا اليوم اذا اليوم في القانون الجديد تاع الصحه سنينا بلي مسموح نقل الاعضاء في اطر تنظيميه باينه وما كانش لا لوجيستيك وما كانش يعني التكوين اللي لازم، هنا راح يبقى قانون حبر على ورق. شغل وكانه قانون حط النص وبعدين التطبيق الى حين. لا حنا دوك اذا بقات هكذا راح يبقى حبر على الورق. حنا نتمنوا يعني اذا كان هناك قوانين لازم تتبع في الميدان، التكوين تاع الاطباء اللي لازم، نديروا لا لوجيستيك اللي لازم، قال نديروا ان بانك سونترال تاع الاعضاء هذوما اللي يتنحاو كيما الدول المتقدمه. عندهم دي بنك سنترال، هاي الدكتوره وعلى بالها. دكتوره كيف استطعت هذه الدول انها هذا التبرع بالاعضاء يصبح يعني شيء يومي، شيء روتيني؟ واحيانا فيه دول عندها التبرع هو الاصل، اما عدم التبرع فهو الاستثناء. في فرنسا القانون واضح صريح من جو كرو من 2011 ils l'ont remis en question، on est tous donneurs sauf celui qui exprime son refus. تسمى انت كاين ان ريجستر وين بون كاين قوانين وكلش، اذا ما مضيتيش بلاك ترفض انك تتبرع بالاعضاء تاعك تخرج صارلك حادث راك دونور اوتوماتيك. اذا نسيتي ما رحتيش سنيتي ولا العائله تاعك ولا راك دونور ديجا. هما نعاود نرجع باك لا مور سيريبرال، لا مور سيريبرال دوك يحكي معالي الوزير ولا انت ولا احنا اصلا في الجزائر لا مور سيريبرال ان اكزيست با سي دو سور بلاس ما اون لو مينتيان با ما نخليوهش سو زاباري لونطون. احنا لا مور سيريبرال راهي موت، ما عندناش هذيك الامكانيات اللي انت تقدر تخلي شخص لونطون هكا تاع شهر ولا شهرين باش يولي دونور بوتونسييل ولا ما كانش، هذه ما تكزيستيش عندنا. حنا سور بلاس نتبعنا الوزير، سيد الوزير واش قال التصريحات تاعو؟ الوزير قاعد يصرح على 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 حسب ما سيكون، باسكو بور لو مومون ما عندكش الامكانيات باش تقاضي الناس اونور سيريبرال. احنا ثاني قلنا لازم اي قانون لازم يكون بالامكانيات الماديه والبشريه اللي نقدروا نغاديوهم دوك بلوز وموا سي دي جان ولي جان كلكو سوا. حنا ما نقدروش نروحوا لواحد والديه عنده 24 سنه ولا 25 سنه ولا حتى 40 سنه نقول لهم خليونا نديبونشيوه باش نديو لي زورغان تاعو، سا با اكزيستي. الحاصل في فرنسا واش داروا؟ قلت لك داروا لاجونس دو بيوميديسين، يعني نهضر لك هكا فرنسا قلت لك يعني جوست عجل القرب ولا كولتور باك. لاجونس دو بيوميديسين ما تقدرش حتى هذه لا بانك ولا هي خدمه يوميه، شاك كل ساعة كل دقيقة كل الناس راهي تخدم في كل وقت. كاين ان سيستيم ان ريزو اللي ما يطيحش اون بان خلا اللي فيه قلت لك اون ليست دي دونور، كل ما يموت لك واحد كل ما يموت واحد في مستشفى. ما كانش هذه تاع انت تجيب ثلاثة أطباء واحد، هذه ما سافر با اكزيستي. السيد مات في الحدود الشرقية، يعيطوا في الحدود الغربية، وما عندك انت ان دونور ان ريسيفور اللي زاناليست تاعو يتماشاو مع هذاك الشخص، تبعت هيليكوبتر تبعت ليكيب تاعك تروح تهز لي زورغان تاعك وتجيبهم. ماناش في ستاد تاع ثلاثة أطباء ويتلموا ويديسيدي ولا ما يديسيديوش، عندك مالاد مات ولا راهو في العمل لازم تكون سريعة سريعة بيان سور، ويجي يجيو مختلف في لي زيكيب، تلقى تاع القلب أو في القلب تاع لي بومون أو معاه في نفس الوقت، وسيدة ومن تحت ينحي في الكبد وينحيو حتى الأوردة شرايين بلوتو ينحيوها كامل حتى هي نديروا لها اون كونسيرفاسيون ونعاودوا نستعملوها من دار جديد، نحيو العيون نحيو كلش. دونك واش لازمك؟ لازمك ان ريزو انفورماتيك ان ريزو انترنت تري ديفلوبي، ولازمك الادويه تكون متوفره كل ساعه كل دقيقه اصليه كل ثانيه، ولازمك المستشفيات تكون تخدم
كالساعة ما كانش طبيب هرب لك من لاكارد، ما كانش فرم ديما هو ما خلينا هذه التفاصيل او نسميها العادات والتقاليد الجزائرية خلينا نناقشوها بعد فاصل قصير، بعد فاصل قصير ان شاء الله نعود ونرجع ونحطوا هذا الموضوع في اطار عملي، ماذا لو اردنا نحن في الجزائر ابتداء من هذا التنفيذ تاع قانون الصحة الجديد نبداو ننقل الاعضاء فعليا، كيف سيكون الموضوع؟ هل سيكون موضوع يمشي ام انه لازم نخلو فيه البصمه تاعنا الجزائريه وفيها وما فيها؟ مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، انتم تتابعون الجزء الثاني من حلقه اليوم من البلاد اليوم. طبعا موضوعنا هو التبرع بالاعضاء، التبرع بالاعضاء كما ناقشنا في الجزء الاول، دول كثيره في العالم استطاعت ان تحقق فيها مراحل كبيره وكبيره، هذه العمليه لا تزال متاخره في الجزائر لعده اسباب ربما منها سبب الديني والذي لم يبت في الموضوع بصورة أكثر دقة وأكثر حسما في الموضوع، وأيضا لأسباب أخرى تقنية وطبية تعود إلى الواقع الجزائري. طبعا ضيفي في حلقة اليوم كل من الأستاذ كريم مونة الحقوقي والمختص في القانون، أهلا بك أستاذ مرة أخرى، وأيضا الدكتورة ابتسام حملاوي الطبيبة، أهلا بك دكتورة مرة أخرى. أستاذ كريم مونة لو أبدأ معك الجزء الثاني، بين هذا الجدل حتى بين المختصين يعني بين الطبيبة والقانوني والإمام وما إلى ذلك، ما زال فيه جدل، ما زال فيه أسئلة تطرح، أسئلة أساسية أتحدث هنا. المواطن البسيط اللي راه يشوفينا ربما في التلفزيون حاليا، كيفاش راح يشوف هذا قضيه التبرع؟ ما زلت في راسه ما تحسمتش الامور حتى نقنعه انه يتبرع او انه يمضي على وثيقه يتعهد من خلالها بالتبرع، كيفاش نقربوا له هذه القضيه؟ هي يعني كل مجتمع خصوصيته. المجتمع الجزائري تروح تسهل له الامور من الناحيه الشرعيه. اذا فهمها من الناحيه الشرعيه راح تجيه سهله من الناحيه القانونيه. لان اصلا توجد قوانين مستمده من الشريعه الاسلاميه. دونك حنا الخصوصيه تاع المجتمع الجزائري اذا لحقنا ووصلنا له يعني عند سن هذه القوانين يعني تبسطها له من الناحيه الشرعيه وجوازها شرعا، هنا راح يتقبلها المواطن الجزائري بصدر رحب. يعني واذا اي كان قانون بخلاف ذلك ما راحش يتقبله بطبيعه الحال. يعني هذا هو الامر اللي راح به تلحق به، وهذا موضوع يعني حتى ان المؤسسات الدينيه الرسميه كانت متحمسه للموضوع، متحمسه لقضيه ترعى الاعضاء. سمعنا عده مرات يعني وزير شؤون الدينيه والاوقاف هذا محمد عيسى يتحدث ويقول انه هذا يدخل في مقاصديه الشريعه وفي المفهوم المقاصدي، وانه ننقذ حياه الكثير من الاشخاص. الخطاب الديني الرسمي على الاقل متحمس، ما عندوش مشكل، يعني لازم يتجسد على امر الواقع. وقبل اي كلام يعني باش نقنعوا المواطن يعني لازم نوجدوا الارضيه لهذا المشروع هذا، لانه لحد الان راهو مشروع برك ماهوش مجسد على امر الواقع. كاين وين حالات تاع زرع الكلى يعني وين تلقى لو ريسيفور تعفنت له يعني العضو هذاك اللي تبرعوا له به، كاين ديكا وين شفناهم كاين هكذا. زراعه الكلى اسمح لي انقطع، زراعه الكلى ديجا تتعمل سور بلاس، البلوك هذا فيه دونور والبلوك هذا فيه الغوسيفور، نهزوا الكليه من في نفس الوقت، هما ايكيب قاعده تنحي في الكليه هنا وايكيب قاعده تنحي في الكليه هنا، دونك يهز الكليه سور بلاس يديروا لها ان برودوي سبيسيال باش تحفظ فيه لمده 50 دقيقه ماكسيموم، 50 دقيقه لو طون وين يعاودوا لي ستور باك يعاودوا يبرونشيوهم، نهضوها بالعاميه باسكو عندنا الوريد والشريان والحالب. روحي لنا وحده وحده لان المصطلحات تاعكم انتم صعيبه شويه. خلاص نديروا لها يعني ما كاين حتى حاله تعفن اللي صرات في الجزائر هنا ابدا ومستحيل. يعني احنا وش كاين في مواقع
وين يقول لك احصائيات كاين وين صراو ملي بدات العمليه هذه الى يومنا هذا، كاين حالات ما نقولوش كاع فشلوا، كاين حالات وين التعفن تاع لا لا وين المتبرع فقد عضو والمستقبل ما نجحتش العمليه. ما تنجحش العمليه داكور، كاين لو روجي اللي كنت نفهم فيك السيستم تاع لا كومباتيبيليتي. احنا واش نقولوا كي التعفن لو صافي دير كو الكور ما قبلهاش، هي بصح هذه تصدق لا شغل ني با ماهيش كومباتيبل. لا لا ماهيش كومباتيبل، حنا نديرو لي زاناليز قبل ما نديرو عمليه وهكذاك ما تنجحش، اي تتعفل له بار لا سويت. انا كاين احصائيات اللي قريناهم مصادر موثوقه، انا كي تهضر في القانون من لا انا نقول لك واش هو هنا شعرت معاويه بين القانون وبين الطب. خليني نفهمكم انا طبيا واش نفسر له واش قاعد يقرا هو بلا ما فاهم، انا نفسرها لك طبيا. انت قريتيها هكاك نفهمك بلا دوك حنا نهزوا الكلى هذه امبوسيبل اي دون دورغان يتعفن لورغان، وامبوسيبل داخل جسم الانسان رايحه تتعفن هذيك الكليه. كلمه تعفن هي كلمه كبيره، يعني راك تحط اون دوت ليكيب توت اون ايكيب. بصح ما نجحتش العمليه، انا هذا هو القصد تاعي. قلتي تعفن، انا قاعده نشرح على اساس. نو دوك ما نلعبوش على لي جو دو. لا لا ماهيش لي جو دو. ما نجحتش العمليه كي كنت تبعتي من الاول، بون تبعتي بيان سور اسفه، لكن حنا في الاول واش فهمتكم بلا كاين لو سيستيم سي ام اش لا ريكونيسونس دو سوا، وقلت لك بلا الادويه اللي نمدوها حنا بعد العمليه هي اللي تضمن نجاح العملية أو لا. قلت لك لاكت شيروجيكال العملية الجراحية ماهيش معقدة. كيفاش كي تزرع كلية؟ على بالك واش تزرع في الكلية؟ عندك الوريد والشريان، العرق اللي يجيب له الدم، لاختير اللي يجيب له الدم اللي فيه الأكسجين، ولا لافين اللي تخرج الدم اللي ما فيهش، والحالب اللي هبط حاشاك البول اللي هبطوا لافيسي. هذه هي عملية زرع الكلى، تخواز اناستوموس، ثلاث شغل لا تويوتري برك. دوكا انت صاي زرعتي الكليه، واش يبقى المشكل؟ وكاين ان برودوي اللي تحط فيه الكليه من هنا لهنا، ابين نهزوها في واحد في لاكلاس ونحطوها من جهه اخرى ونزرعوا الكليه، ما كاينش عمليه تعفن. وحتى كي يصرى ان روجي، ان روجي مش معناه روجي يعني الجسم رفض تلك الكليه او رفض ذلك العضو. كي يرفض الجسم هذاك العضو ما يتعفنش داخل جسم الانسان، فقط ما لا يستطيع الاستفاده منه. دوك حنا كي نحكيو في لا لوجيستيك صح، حنا سي تري تري كومبليكي بار نو، ماهيش غدوه اللي رايحين نبداو نزرعوا الاعضاء بالطريقه اللي رانا نخمو فيها حنا. بصح على الاقل على بالي مدام وزاره الشؤون الدينيه افتت في الامر، غدوه الائمه تاع المساجد، وحنا الحمد لله الشعب تاعنا شعب عاطفي نحبوه ولا نكرهو، دونك غدوه كل واحد راح يخمم بلي راهو كيما كاين ولدك انت ولا خوك. لكن وكانه مازالت الكلمه كبيره، اولا انك تتبرع باسكو بعضائك لما تموت، حنا دائما عندنا الموت عنده واحد الهيبه، عنده واحد الرهبه من الموت. اولا انك تنيع لعفسه بعد موتك، مازلنا ما دخلناش في لابان حساس شوي الموضوع. انت اصلا زراعه الاعضاء عندك ما عندهاش 10 سنين ولا حتى بين الاحياء، بين الاحياء ديجا، بين الاحياء والناس مازالت تخاف. وحنا عندنا تجربه فاشله للاسف اللي ديجا زادت رجعتنا مارش اغيير، كي راحوا جابوا بروفيسور بوجمعه من فرنسا، هو في فرنسا عمل 1000 عمليه زرع كبد ناجحه، جابوه حطوه في سي بي ام سي، الى اوبيري 3 و 4 مالاد في العام هذاك، ماتوا لي دونور. علاه؟ دوكا هو راح لفرنسا وخلى هذوك لي دونور، خلاهم هنا اوسبيتاليزي، لا بريز ان شارج ولا لوسبيتاليزاسيون لا سيرفيونس، ومن ما نقدرش ندخل في التفاصيل ما كنتش معاهم، ماتوا. هو ما يقدرش يزيد يضمن حياه اللي مدوا، نورمالمون كاينه اون ايكيب، نورمالمون اون ديباسي تو سا، حب توقف المشروع. دوكا حنا زراعه الكبد يا سبحان الله، رانا نديو في الاطفال ونديو في المرضى، وساعات اوني اوبليجي ندير لهم دي كوتيزاسيون باش نديوهم يوبيريو في تركيا وفي فرنسا، باسكو في اوروبا سي ترو شير، دونك انا ديتورنيو باش نديوهم لتركيا، باسكو تركيا لقات الحلول لزراعه الاعضاء، حنا مازلنا بعاد. لا لوجيستيك، شوف انا بوغ اتر اونيت، ماهيش غدوه اللي تقدر في الجزائر تبدا عندك زراعه الاعضاء، مستحيل. والمشكله ماهيش مشكله فقهيه ولا دينيه، دوك صح حنا ما دخلناش في البناليزاسيون، والدوله ما دخلتش تانا في ما حطتش. لكن كل هذه عمليات يا دكتوره لما تتركب في بعضها تدخل في ثقه المواطن في العمليه ككل. العمليه زراعه الكلى راهي ناجحه بنسبه بالك 80% في الجزائر، 80-90%، ومام في فرنسا كاين، مام في الدول الاوروبيه في الدول المتطوره كاين، كاين نسبه فشل. خلينا في قضيه الكلى استاذ كريم منى،
التبرع بين الاحياء يمشي عادي طبيعي وما عندنا حتى مشكل، بينما من الميت الى الحي هنا المشكل العويص. نرجعوا للفقه مره اخرى، وانا مش حاب نرجع لهذا الموضوع. يعني الفقه انا مانيش اهل الاختصاص تاع الفقه صراحه، لكنه مرتبط بالقانون يعني. يعني فيه يعني مترابط مع القانون، لا به عرشت يعني، وعلى حساب انا الكلام تاعي على حسب التقارير اللي طالعت عليهم انا، ولا على الفتاوي اللي طالعت عليهم، يعني ماشي جايبهم هكا من راسي ولا اي كلام مستند، على التقارير اللي طالعت عليهم. دوك اي يعني مغالطات ولا راح تولي على الدراسات اللي داروها من جهات رسميه. يعني احنا دوك كي نشوفوا احنا هذا التبرع راهو ما بين غير تلقى قرابه غالبا، يعني ما بين هنا في المجتمع الجزائري، بخلاف يعني المجتمعات الاخرى في اوروبا ولا. ولازم يكون تقنين باش حنا نشوفوا باش يولي يعني وين واحد الميت يخلي وصيه وين يتبرعوا بالاعضاء تاعو. خاطش حتى وين كاين قريت بعض الفتاوي اللي يقول لك الميت يعني ما لازمش يتبرع كاع بالاعضاء تاعو، يولي فارغ. دونك هنا راح دونك بالك لا بها، لازم يكون هناك اجتماع ما بين رجال الدين ورجال القانون من اجل الخروج يعني، وبالاخص يعني تكون فتوى يعني فيها اجماع. أما تلقى اجماع كتابه ربما ماده او مادتين في قانون الصحه والحديث عنها ربما بصوره سريعه، هذا مش راح ينفع المشروع ككل او صورته يعني امام المجتمع. راهو فيه كاع خاطر لانه عمل كبير. حتى وين دوك لازم ثاني ما نبقاوش نركزوا غير على القوانين. هي قالت لك باللي جا واحد من فرنسا كون لي اطباء هنا في الجزائر، علاه تجيب لي من فرنسا؟ دير لي تكوين. تما حنا كي نقولوا الوسائل الماديه والبشريه، الماديه انا تكلمنا عليها كاع اللي يدخل في اللوجيستيك في تسخير يعني الوسائل الماديه لي مويان. بصح عندنا ثاني الوسائل البشريه، لازم تكون لي العنصر البشري احسن تكوين. انا ماذا بيا اذا كانت ناجحه ب 80% كما يتصرح، انا ماذا بيا هامش الخطا يكون قليل ب 0.00 واحد. وهذا مرتبط انا ما نحبش وين يكون حتى في حتى في البلدان ما راحش نلقاو هامش تاع خطا تاع 20%. خاص لازم نعطيو الامبورطونس للعنصر البشري. لا لا لا، في البلدان المتطوره لو تو دو روجي نسبه رفض الاعضاء راهي ب 10%. نسبه الرفض هذه بلا بجميع بتوفير جميع الوسائل. انا دوبل عليهم تسماتين معليش، لازم حنا نسيو كيفاش نقلصوا هذا. انا عطيتك ابروكسيماتيفمون، ما حبيتش تقريبيا ما تقدرش واحد بدا يدير العمليه. الخبره كاينه، الخبره ايضا استاذ، انت كما تقول دوله، احنا دوله حديثه، كاين واحد اللي بدا يدير العمليات في 1950، ما تقدرش تكومباري لي واحد بدا يديرهم في 1900 في 2000 ولا 2010، ما تقدرش، محال. شكون اللي بدا فيهم الاولين؟ انا شفت كاين من ذاك، ماشي قضيه خبره يعني تقاس بالسنين، يعني هذه في اي مجال، ماشي غير في مجال الطب. يعني احنا نشوفوا كاين بار اكزومبل، انا اشتغلت هكذا في شركات وين نشوفوا كاين اللي عنده 40 سنه بور مو، عنده 40 سنه بريزونس ماشي اكسبيريونس، وتلقى واحد اللي عنده 5 سنين صح 5 سنين اكسبيريونس وراح ينفع في المجال تاعو. لكن هذا ربما على مستوى فردي، لكن لما نقولوا منظومه صحيه صعيب انك توفر بهذا الشكل. استاذ منى، احنا نخدم موضوع الجزائر نكومباري فيها الدول المتطوره في المنظومه الصحيه، ما تهضرليش اكسبيريونس با اكسبيريونس، ديجا ما عندك والو كيفهم، ما عندك والو، ني عنصر بشري ني لي مويان ني غيان، ما عندك والو. لازم تلحق عمليه جراحيه بتليفون، كي تلحق انت عندك تو دو ريوسيت تاع 80%، اعرف بلي راك عندك اطباء فريمون عم يخدموا تاع الصح. لازم حنايا لازم يكون كيما يقول لك على المستوى القاعدي، اذا ما كومباريتش روحي مع اللي فوقي او عمرك ما تنجح، اذا نكون بنشوف توجور اللي تحتي. ما وحده يعني مش معليش، ما راحش تكومباري روحك على اساس راك مليح، بصح تكومباري روحك على اساس راح يكون حافز ليك. احنا ما قلناش بلي من غدوان ولا كيما بدنا. يعني انت من قضيه معرفتك بالظروف التي تتطلبها مثل هذه العمليات، شحال ما زالنا من الوقت لو بدانا العمل من اليوم باش نوليو عمليه زرع الاعضاء والتبرع بالاعضاء تمشي بصوره عاديه؟ يعني نفترض اننا تجاوزنا هذا الحاجز الاجتماعي والفقهي وما الى ذلك. نجاوزوه فاسيلمون، انا مقتنعه بان نقدروا نجاوزوه فاسيلمون، باسكو الدوله كي تحط ثقلها باش تتجاوز الحاجز الاجتماعي
نتجاوزوه. المشكله حنا في اللوجيستيكي، حنا ما عندنا لا مشكل فقهي لا مشكل قانوني لا والو، حنا عندنا مشكل لوجيستيكي. على هذيك رانا رايحين وحده وحده. زراعه الاعضاء انا نقول لك الكبد الكلى القرنيه الحوايج هذوك 20 سنه نقدروا نحققوهم، بصح القلب مازالنا بعاد بزاف. عمليه القلب صعيبه مازال؟ لا ماهيش صعيبه العمليه، نهضر الجانب اللوجيستيكي باش توفر كل الظروف باش انت تكون عندك اون ايكيب. نفهمك ابوبري باك سيستم باش يفهم المواطن العادي. الكلى الشخص راهو يعمل في الدياليز تاعو يعمل غسيل للكلى. ونحب نعرج على حاجه سيكو التكلفه تاع مريض اللي يدير في غسيل الكلى راهي تتجاوز تكلفه زراعه الكلى 100 مرات لو كو. ديجا العمليه تاع زراعه الكلى راهي ما تسقم والو للدوله كومباريها لعمليه غسيل الكلى، والدوله اموالها الى راهي تصرف عليها. قلت لك هذاك مريض يقدر يستنى، بصح زراعه القلب لازم يكون عندك مستشفى، ولازم يكون عندك هليكوبتر، ولازم يكون عندك ديزانفيرميي، ولازم يكون عندك دي ريانيماتور ودي زاباري. وحنا ما زلنا ما نسعاوش منهم 1%. 1%. والمشكل الاكبر الا ما عندناش ليسبري كاش نقول لك الطبيب اللي عنده هذيك القابليه انه ليله كامله التليفون تاع 10 بروفيسورات التليفونات تاعهم محطوطين بحداهم ما يرقدوش يسناو، يعيطوا لك على الزوج يعطيك بروبوزيسيون دو كور، يعيط لك على ربعه يعطيك بروبوزيسيون دو كور. الخمسه ماشي 20 سنه يا دكتوره، هذه 100 سنه ويا ربي ومازال. ما قلتلكش القلب، وعلاه قلت لك القلب ماشي 20 سنه؟ قلت لك الكبد الكلى تسمى لي مرض يقدروا يستناو. الاعضاء دكتوره نسبه مده صلاحيتهم مثلا رانا نحيناه من جسم الانسان اللي توفى شحال يبقى كل عضو صالح للزرع؟ ما تقدرش هذه، ما احنا شوفنا نفهمك الكلى الكبد القلب ما عندناش، ما نخليوش الاعضاء تقعد. الاعضاء رانا نهزوها سيغ بلاس لي زانترفونسيون يتعملوا اون ميم طون، ما كانش بنك تخبي فيه ولا سيغ بلاس تهز من تحط من. على هذه قلت لك لا لوجيستيك اللي تري تري كومبليكي. عندك تنجم تخبي القرنيات، تخبي لي فالف، الصمامات تاع القلب، باسكو القلب ايضا كاين قلب لا يصلح. يعني انسان حتى عمليا يعني انسان دار طلب انه يتبرعوا له بعضو مثلا القلب، هذا في الغرب طبعا. توفى شخص ما وكان قلبه سليم سيغ بلاس في الهاتف، يجي في الهاتف ديجا هما يبونشيو لو لي زاباري باش يغارديوه، يغارديو القلب هذاك يخدم ويغارديو لي زورغان الاخرين اون في، يعيطوا لي زيكيب كاع الاشخاص اللي يقدروا يمدلهم هذاك الشخص، باسكو يكون عنده البيلون تاعو التكافؤ في الجهاز المناعي. يعيطوا لكاع لي زوبيتو اللي فيهم اشخاص يقدروا يديو هذاك الاورغان. تو تو ديبلاس في الساعتين ثلاث سوايع اللي وراها تهز القلب هذاك وتعملوا ان برودوي سبيسيال باش يقعد شغل تبردوا باش تبردوا. نهضروها كيما هاك يقعد بارد، باسكو حنا يخي دوكا يخي كاين علم يقول لك كيفاش بالتجمد وصلوا حتى يخبيو دي كور اومان يجمدوهم اون هيبوثيرمي باش يقدروا يعاودوا يريكوبيريوهم على 50 60 سنه. كاين تجارب في هاد السياق. صعيبه هذه شويه استاذ. ايه دوكا هذاك القلب قلت لك نحنا نبردوه، نهضرها هكا بالعاميه برك، نبردوه ونهزوه سيغ بلاس تجيبو في نفس الوقت. انت كي قاعد تنحي في القلب في باري ملي كيقول لك بنوك الاعضاء انا تصورتهم بنوك الاعضاء مازال شغل مخبيينهم مثلا هي القرنيه القرنيه عندك الشرايين نعاودو نستعملوها تنحيو الشرايين تاع المرضى ونعاودو نخبيوهم نعاودو نستعملوهم باش نديرو لي بونتاج بيهم. عندك لي فالف تاع القلب نحيهم. كاين اعضاء تنجم دير لهم بنوك بصح ما نهضرش انا نهضر الحوايج الكبار، وهادو ابار القرنيه ما نشوفش فيها عندها مستقبل خلاص في الجزائر هذيك الباقيه. الباقيه ما فيهاش مستقبل. فيهاش مستقبل. استاذ كريمون، الدول اللي استطاعت انها تروح بعيد في قضيه زرع الاعضاء ونقل الاعضاء صاروا فيها دعاوى قضائيه حول الموضوع، ما طبيعتها؟ فيها دعاوى قضائيه اصلا في الغرب، في فرنسا بالذات، يعني يوليو اهميه كبيره يعني من الجانب القانوني. اصلا احنا نشوفوا هنا في المستشفيات الجزائريه يدخل المريض يلقى الغاشي ولا زعف وفرملي ولا زعف وطبيب ولا ما هضرش معاه ولا شنف عليه يخرج ديريكت. تروح لفرنسا تفوت تدخل باش تخرج لازم تسيني كونترافي ميديكال باش تخرج، سينو كان ما تسينيش ما يخليكش تخرج. والقضايا القانونيه المرتبطه بقضيه الزرع هنا تولي
على حسب القانون الاداري تاعهم بيسك تولي على المرفق ما يتابعش هو الطبيب ولا يعني تابع الاداره بذاتها كما انا في الجزائر باريزومبل يعني. كما الاخطاء هنا الطبيه في الجزائر كاين اللي ما يتابعش طبيب يتابع يولي على المؤسسه من الجانب تاع المتابعات القضائيه تروح للقانون الاداري ماهوش ماشي القضاء العادي وحنا كي نتكلموا على هذا الموضوع وشحال راح يشد باش يتجسد يعني احنا ما عندنا لا الوسائل الماديه ولا الوسائل البشريه باش ننفذوها واصلا قبل ما نتكلموا في موضوع كيما هذا لازم نشوفوا على نوعيه الخدمات هل هي ترقى لمستوى تطلعات المرضى الجزائريين يعني انا نشوفوا فيهم في راهم اللي ميسورين الحال راهم ولاو يروحوا كاع لتونس وين تونس تبنت سياسه يعني وراهي ناجحه فيها بيس كي نشوفوا حنا نسبه الجزائريين اللي يروحوا لتونس يعني راهي نسبه كبيره هذه من جهه سامحني رغم انه راح تقول بلي من جهه تاع الاوفطالمو برك من جهه تاع الاوفطالمولوجي برك اللي عاليين بصح حنا نشوفوا النسب اللي يروحوا انا ما نتكلمش على على لا كاليفيكاسيون تاعهم من فضلك القطاع العمومي في تونس وفي المغرب راهو كاتاستروفيك اكثر من القطاع العمومي في الجزائر ومع على بالي بروحي باش قاعده نقول ورحت وزرت المستشفيات وعلى بالي باش قاعده نقول كاتاستروفيك اكثر من القطاع العمومي في الجزائر الناس اللي قاعده تروح لتونس رايحه تروح لمستشفيات استثماريه خاصه نكمل استاذ ما عندهمش دي كلينيك كيما احنا الغلطه اللي دارتها الجزائر صح لازم نتحدوا عليها انها مدت لي زاغريمون الناس قاعده تلعب يحلي كلينيك انا جوست باش هو يعيش مرفه بصح ما يمدش اضافه للمنظومه الصحيه ككل في تونس عندك مستشفيات استثماريه ما عندكش دي كلينيك عندك مستشفيات تسمى انت كي تروح لتونس كي تحط نتاع 10 خطات اضعاف وين واش تحط اصلا في عياده خاصه في الجزائر ما تجيش تقول لي الكاليتي تاعهم مليحه باسكو انت في مشروع استثماري انت راك كليون دخل له الاف دي ميلي دورو بيان سور راح يتعامل معك بغير دوك من بعد قاعدين يسوقوا لي انا بلاي الصحه في تونس خير من عندنا احنا اسفه ماهيش خير من عندنا انا نعطيك مثال صغير تدفع اكيد بيان سور ادفع في الجزائر تيغا لا ميم شوز بصح المشكله صح الخطا نفس الشيء فعلا الخطا حتى في الخاص حتى في الخاص انا نحكي لك تجربه شخصيه انا عندي جراح لهيه في فرنسا جراح قلب او يهبط يوبيري في ولايه عنابه اكسلون نسبه الوفيات عنده 0% ما كانش هكا دوي من عند ربي نفس الجراح اللي اوبليجي هناك يهبط يوبيري لي مالاد في الجزائر باسكو الجزائريين تانا يشحوا كي يوبيري في الجزائر يشح المريض ما يمدلوش اكثر من 1000 يورو نفس المريض دوكا ساعات عنده مشاكل لوجستيكيه كيف كيعود طفل صغير ولا كيديه من الجزائر يوبيريه في تونس اصلا الانسان لما يكون ميسور الحال ما يفكرش اصلا انه يبدا يعالج في الجزائر اكزاكتومون يروح يوبيري عند نفس الجراح اللي قاعد يوبيري في الجزائر ب 1000 يورو يروح يوبيري عنده في تونس ب 10000 يورو وكيكون تهضر له انت في لوبيتال ولا تبعته تقول له نبعتك عند جراح خاص ولا يقول لك لا ما نروحش استاذ كريم عندك تعقيب انا شوف نعرف هنا جراح في الجزائر الدكتور ملبوسي دكتور ملبوسي ديجا راكم قريتوا تاع لاكسي ريزيدانا من الكتابة تاعو اللي دارهم هو بعد هو راهو هنا مصطالي هنا عنده عيادة في تيزي وزو ويخدم جراحات في واحد العيادة في تيزي وزو يعني جراح لاباس به وين كان هو تاني في فرنسا دار دراسات في فرنسا كاين يعني عيادات خاصة وين بصح حنا نشوفوا هل هذه حنا كي نشوفوا بالكمية التي تلبي هذا الطالب الجزائري حنا شوفي حنا لازم نتناولوا المواضيع هذوما شغل بموضوعية يعني دوك ما لازمش واحد يكون يعني صريح واش كاين في أرض الواقع تونس كي نشوفوا واش كاين في تونس أنا ماذا بيا كي نشوف الجزائر رانا بحجم قارة أولا ماناش بحجم بلاد تونس ما تجيش من باب ولاية من ولايات تاعنا مثلا الإرادة والتسيير والتخطيط والعمل يختلف للأسف تونس أنا سبقت وين رحت خدمت فيها ورحت لها كسائح ولا في إطار عمل مهمة عمل يعني شوفوا احنا الناس اللي راهي تروح لتم نسب وعلاش وعلاش انا واحد تقولي لي بلي واحد اللي يرمي لتما 100 مليون وما يعالجش هنا ب 10 ملايين في بلاده شكرا ساعتك هذا في راسه صح تلقاهم المرضى يقول لك رحت لهنا للجزائر وما داونيش لا بريزون شارج يا ودي المشكله تاعو في الجزائر رحت لهيك بريت لهيك استاذ
شوف انا حقانيه الحوايج السلبيات، انا نقول لك كاين سلبيات، انا ما نقولكش احنا كارثه المنظومه الصحيه تاعنا في على جميع المستويات. بصح ما تقدرش تكومباري القطاع العام، تروح لك هنا المصطفى باشا الطبيب يشوف 150 مريض وتروح لك باش تخلص 5000 تاع الدخله، وتروح لي كلينيك بريفي في تونس تخلص من عارف 200 زورو باش تدخل للمستشفى وتقارن لي. وكي نعاودوا نهضوا وكي نعاودوا نهضوا ما خلينا نكمل لك الصحه مجانيه هي. انا واش نقول لك، انا ما فهمتيش الفكره تاعي وين راهي. المشكله تاع الجزائري راهو يقارن بين القطاع العام في الجزائر مع القطاع الخاص في تونس والقطاع الخاص في تركيا. قاعد تقارن ما القطاع الخاص والعام العام. لا ما كانش لي بريزون شارج في القطاع الخاص صح يسون انسوفيزون، ما عندناش، لازم مستشفيات استثماريه. نحبسوا اللعب التمسخير تاع ار بلس 2 وهك داير لي كلينيك جوست باش تدخل مصروفك. لازم مستشفيات استثماريه صح، هذه ما عندناش باش تعاون المنظومه الصحيه. بصح الجزائري اغلب الوقت يكومباري لي القطاع العام مع القطاع الخاص في تونس. التوانسه عمرهم لا يفوتونا وعمرهم ما فاتونا. يعني الحديث حول التبرع بالاعضاء وزرع الاعضاء واي حديث حول المواضيع الصحية مرتبط بمنظومة صحية جزائرية مهترئة كارثية في الجزائر، نريد أن نصلحها نصلح كل شيء. تبقى على حالها يبقى كل شيء. أنا نشوف نوعية الخدمات، أنا نشوف نوعية الخدمات ما يشترق المستوى تطلعات أي مريض يجي لهنا كلكو سوا أجنبي ولا جزائري. هذه راني أنا متيقن منها، ما نحتاج حتى واحد باش يقنعني خلاف ذلك. خاطش كان جا عندنا يعني منظومه صحيه مليحه ما نشوفوش مسؤولين جزائريين يروحوا يحاجوا في الخارج، عالج هنا في بلادك اذا كانت منظومه صحيه مليحه. اشكرك جزيل الشكر استاذ كريم منى الحقوقي والمختص في القانون، كما اشكر ايضا الدكتوره ابتسام حملاوي الطبيبه، كما اشكركم مشاهدينا الكرام. طبعا موضوع التبرع وما التبرع سوف نعود يعني اليه. يعني للامانه في حال ما بدات امور عمليه في الموضوع، لاننا حاليا نتحدث حول نصوص مستشفى عمومي على للامانه في تبرقه في المستشفى تاعهم خطرا وين دخلنا صديق تما باختصار كنا رايحين باروت، يعني تشوف النوعيه تاع الخدمات تاعهم راه مستشفى عمومي. بار كونتر انت تهضري لي بار اكزومبل على لا كابيتال، لا كابيتال صح كاتاستروفيك لوبيتال بار اكزومبل شارل نيكول تاعهم، صح عندنا دي زوبيتال تاعهم. أشكر نوعية الخدمات ديجا مام الأدوية تاعهم كاع ما راهيش كاع فرنسية. أستاذ كريمون الدكتورة ابتسام حمداوي للأسف انتهى وقتنا، وطبعا يبقى موضوع مواضيع الصحة مواضيع للمعالجة الدائمة والمستمرة. احنا ماذا بينا القطاع هذا يرقى خاطش فيه الفائدة للجميع. شكرا تحسين المرفق العام. شكرا جزيلا لكما الكريمين، شكرا جزيلا لكما، كما أشكركم مشاهدينا على كرم المتابعة في حلقة اليوم. ألقاكم بحول الله غدا، سلام الله عليكم.